السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، وبشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة، والله بتنسيني تعبي. يعني ببقى راجعة تعبانة من مشاوير الجولات والوكالة، لانها بعيدة جدا عليا، وبركب يعني مواصلة طويلة شوية عشان اروح. بس كلامكم ليا بيشجعني وبيخليني انسى التعب والله وكل حاجة، وبقى عايزة اروح تاني عشان اصور لكم، علشان انتوا بتبقوا مبسوطين وانا كمان ببقى مبسوطه لما الفيديوهات بتعجبكم والجوله يعني بتعجبكم وبتشكروا فيها وكده. يعني بحب اوريكم حاجات حلوه، انا لما بروح هناك بشوف حاجات جميله قوي. وده بقى بارت 2، الجزء الثاني من جولتنا يوم الجمعه اللي فاتت، علشان خاطر كنا مصورين حاجات كتير قوي. والمره اللي فاتت صورنا جزئين، الجزء الاولاني كان تحت الكوبري اللي قبل اصلا ما تخشي على الوكاله، من وانت جايه كده من عند المترو، علشان البنات اللي بيسالوا يروحوا ازاي. انت يا حبيبتي بتركبي بقى المترو، يعني لف في المحافظات كلها ولف في القاهره كلها، اقرب محطه مترو ليكي وبتنزلي محطه جمال عبد الناصر. مجرد ما بتنزلي محطه جمال عبد الناصر انت بتلاقي نفسك على طول، يعني بتطلعي كده بتلاقي صيدليه الاسعاف، بتبصي على يمينك كده بتلاقي الكوبري فرش بقى من عند الكوبري ده لحد الوكاله بقى من جوه، وطول كوبري ابو العلا تحتيه كله، وجنب زكي السماك. المنطقه دي كلها 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 انت بتعرفيها من الاستندات وفروشات الهدوم اللي بتبقى موجوده هناك. فالجوله بتاعتنا بتاعت المره اللي فاتت، الجزء الاولاني كان التصوير فيه كله تقريبا جنب المترو، جنب محطه جمال عبد الناصر على طول، بعد صيدليه الاسعاف على طول على طول. هتلاقي على ايدك اليمين كوبري كده قاطع الطريق، وكل العربيات والاتوبيسات بتعدي من تحتيه. هي الاستندات اللي احنا صورنا فيها الحاجات الروعه الجميله الرخيصه دي كانت هناك، بتفرش تقريبا يوم الجمعه بس، لان انا لما رحت قبل كده يوم الاحد كان يعني على يعني حاجه بسيطه جدا، استند او اتنين تلاته، مش بالكميه دي ولا بالحاجات الحلوة دي ولا اللبس الجديد ده ولا بالأسعار دي. فيوم الجمعة الناس دي بتفرش طول الكوبري تقريبا، واستندات كتير جدا وأسعار زي ما انتوا شفتوا، ولبس عظيم زي ما انتوا شفتوا. ده بقى الجزء الثاني، بعد ما خلصنا تصوير تحت الكوبري ده بدأنا نخش بقى من جنب السور كده على دخلة الوكالة، علشان نمشي بقى مع السور الأخضر ده زي ما انت شايفة كده السور ده. بس اليوم ده كان زحمة جدا جدا يا بنات، اللي عايز يروح يا جماعة يروح بدري، الساعة 8 يكون هناك، 8 يكون هناك على حسب مسافة بيتك بقى. انت 8 الصبح تكوني موجودة هناك تجيبي حاجتك، اللي يكون اللبس ما تنقطش، وتكون حاجة كلها موجودة وجديدة زي ما هي، وتلاقي كل المقاسات اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت مش هتلاقي زحمة، لان كان في تزاحم رهيب رهيب. انا لما خلصت تصوير في الجزء الاولاني جيت ادخل بقى الوكالة، ما كنتش عارفة امشي، ما كنتش عارفة اصور من كتر الناس، الناس كانت كتيرة جدا. الناس طبعا بتتضايق من التصوير، حاجة كانت صعبة جدا، علشان خاطر تروحي بعد الظهر ده مستحيل. الساعة كانت 10، ما كنتش عارفة امشي. فدخلنا بقى، خلاص انا وريتك اهو، احنا كده دخلنا بقى مشينا مع الممر اللي بيوصلك عند على شركة الكهرباء. احنا دلوقتي قدام، شفتي بقى، مشينا مع الممر الاخضر ده، الناس اللي بتروح في ممر طويل كده بيبقى مفروش على الجنبين، على اليمين لبس وعلى الشمال ناس كده بتبقى بتبيع شنط وبتبيع طرح، بتبيع شوزات، بتبيع برفانات، حتى بخور، شامبو، ناس كتير قوي بتبقى فرشة على الجنبين لبس والحاجات اللي قلتلك عليها. بدأت تطلعي بقى في كشك كده، تبدأي تطلعي الحتة الواسعة دي كلها بتبقى قدام شركة الكهرباء. انا ماشية معاكي واحدة واحدة، في ناس كتير جدا بتسأل تروح ازاي والحاجات دي بتبقى موجودة فين. بعد انا هو دلوقتي طلعنا هنا الحتة الواسعة دي كلها قدام شركة الكهرباء، انا جبتلك صورتها اهو عشان تبقي عارفة. والحتة اللي ظهرت من الكوبري هو ده كوبري ابو العلا اللي بتمشي بقى معاه طوالي، طول ما انت ماشيه مع الكوبري ده الاستندات، ماشيه على ايدك اليمين على الرصيف زي ما انت شايفه كده، استندات اللبس الشتوي ب 35 جنيه، وفي ب 25 جنيه للاطفال، في جواكت ب 35 وب 25 كمان. اللبس حلو جدا يا بنات ورخيص جدا، اللي عايزه تجيب شتوي لاولادها ولنفسها يعني مفيش احسن من كده فرصه، حاجات جديده ونقل على ذوقك واللي يعجبك. لو حاجه انت شايفه انها متهالكه مش هتنفع مش حلوه ما تاخديهاش، خد اللي يناسبك واللي ينفعك، هتلاقي حاجات كتير جدا تنفعك، حاجات كتير جدا على ذوقك زي ما انت شايفه، الجواكت، بنطلونات، لبس، كمان في حاجات جديده، سوق للحاجات الجديده بتبقى فرشه، يعني في سويتات ناس فرشه سويت شيرتات على الارض ب 75 جنيه شبابي، كلمه تحفه عليها شويه، في المحلات ب 200 جنيه، هي 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 وجديده اهو، يعني حتى لو انت مش عايزه لبس الباله
في هناك سوق بيبيع جواكت جديده، يعني الناس فرشه على شنط جديده. الشنط دي الشنطه ب 160 جنيه من بوق البياع، انا ما فصلتش معاه، في ناس كانت بتفصل وبتاخد يعني بالسعر اللي هي عايزاه. ادى واحده شنطه ب 120، شنطه كلمه تحفه عليها شويه براند اصلي. الشنطه الصفرة دي كانت عجباني جدا، المستردة دي والنبيتي كمان كانت عجباني. عنده بصراحه شويه شنط رهيبه، ومتساهل جدا ومتسامح جدا في البيع يا بنات. الناس هناك طيبه جدا، ولو انت طلبتي منهم يعني حاجه وفصلتي فيها والله بيدوهالك، بس مش على استندات اللبس، انا بتكلم على بياعين الشنط وبياعين الحاجات الجديده بيفصلوا. الناس اللي واقفه على استندات، الاستند محطوط عليه 25 يبقى ب 25، 35 يبقى ب 35. انا بتكلم بقى على البياعين اللي هم بيبيعوا شنط وبيبيعوا حاجات جديده بيفصلوا. دي جواكت كامله، وبصي السلوبيت دي جاكيت، سلوبيت جاكيت كلها في بعضها كده يعني ب 55 جنيه تحفه، يعني العيل اللي لابسها من هنا لابس بطانيه خلاص شكرا. الجاكيت ده كان جديد تحفه، عجبني جدا وجميل وشيك، وبصراحه يعني جديد. الجاكيت يتحط عليه 500 600 جنيه في اي محل. دي بقى كانت سكارفات، السكارف كان ب 50 جنيه، وفي منها الشيلان اللي هي بتبقى مفروضه على الظهر ومن وجاه كده على الكتفين، حاجات جميله جدا وجديده زي ما انت شايفه ومنتهى الشياكه. وده كان جاكيت فرو للناس اللي بتحب بقى الحاجات الريش والفرو والحاجات دي، كان ب 150 جديد لين. الناس بتحب الحاجات دي جدا، شكلها حلو قوي في اللبس، عامل زي الفرير كده يعني، حاجه شياكه كده، حاجه انيقه جدا، حلو جدا بجد. دي بقى شيلان شتوي اللي هي بتبقى بتتلبس كده من الرقبه، تبقى نازله بقى على سواء على جينز على بادي على حاجه، ودي مفتوح من قدام زي ما قلت لك، وبيبقى عريض كده من ورا وليه شراشيب. الاستاند ده كان اي حاجه عليه ب 75 جنيه، حاجات بقى ما اقولكيش. شيلان بقى تقيله بقى وشتوي، حاجات بقى الدف بجد، وسكارفات، حاجات جميله جدا جدا جدا. الاستاند كان مليان حاجات تحفه، ولكن زي ما قلت لكم السوق كان زحمه جدا جدا، يعني انا كنت بصور في ناحيه الوكاله دي الجزء الثاني ده بالعافيه بالعافيه بالعافيه، علشان خاطر الناس كانت زحمه جدا ومستاءه، مش عايزه حد يعني مش عايزين يظهروا، فانا كنت بصور يعني ايه خلسه كده علشان خاطر محدش يتضايق. وصاحب الستاند كان عارف ان انا بصور، وبيقول لي انت يا بتوع اليوتيوب تعبتونا بصراحه، كل يوم شويه واحده جايه تصور، انتوا بتصوروا ليه؟ كان ولد طفل كده لذيذ، يعني ايه هو اللي عرفني ان في ناس سبقتني هناك صورت، كان بيقول لي كل شويه واحده تيجي يا بتوع اليوتيوب. قلت له معلش. الراجل بتاع البنطلونات اللي فات ده عنده شويه بنطلونات يا بنات ولادي بقى على شبابي، على محير من 120 ل 130 اقصى حاجه، من 120 ل 130، يعني في مقاس ب 120 ومقاس 130، تحفه. دي بناطيل جديده بقى، مش بالة ولا حاجه، بس بقى البنطلون ده في اي محل تاني ب 250 جنيه و 300 جنيه. بناطيله كانت جميله جدا. الراجل بتاع الطرح ده برده عنده شويه طرح، والطرح العريضه وال 3 دي، وطرح طرح بقى ب 25 جنيه بس. الطرحه العريضه قوي اللي هي الكبيره خالص، شيلان امهات ب 35 جنيه بس، وفسكوز حاجه كده تحفه. تعالوا بقى على الفرش العظيم ده، انا وقفت عنده وتنحت، ما بقتش عايزه امشي والله العظيم من كتر الحاجات الجميله اللي عند الراجل ده. عنده شويه كوتشيات يا بنات، والكوتش ب 100 جنيه، عظيمه عظيمه بجد. الكوتش كده تحس انك لابسه دبابه في نفسك كده، كوتشيات حلوه جدا جدا وخفيفة، يعني شوفي شكل الكوتش ضخم وتحس تقيل خفيف جدا، ريشة في رجل يعني سواء طفل هيلبسه أو حد كبير، حلو جدا. هو المقاسات عنده يعني ما عندوش أطفالي، بدأ من 37، ولكن بصراحة عنده تشكيلة رهيبة 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 يا بنات. الراجل ده أنت شايفة ماشية معايا واحدة واحدة، يعني بعد شركة الكهرباء الراجل ده بيفرش على طول. أنا رحت صورت عنده يوم الحد وصورت عنده يوم الجمعة، فارش ما بيغيرش مكانه، يعني بالظبط 10 متر من شركة الكهرباء بتلاقيه فارش هناك وموجود. حاجته جميلة جدا وأسعاره حلوة جدا جدا جدا، يعني أنت متخيلة كوتش زي ده ب 100 جنيه تروحي شوفيه في أي محل بيبقى عامل إزاي، مش أقل من 250 و300 جنيه وبيبقى بتنك كمان، حاجاته حلوة جدا. انا قلت لك مكانه، هو ما بيغيروش الفرش بتاعه، بعد شركة الكهرباء على طول 10-15 متر هتلاقيه قاعد، لو رحت بدري هتلاقيه هو اللي موجود في المكان، بيبقوا لسه الناس بتوع استندات اللبس ما فرشوش، هو بيفرش بدري، بتلاقيه حاطط الشويلة بتاعته كده وعمال يفرش يجهز يعني الفرش بتاعه. والهاف بوت ده الشبابي ده كان ب 130 جنيه،
تحفه، كلمه تحفه شويه. والكرتونه دي برضو شايفه الكوتشي القمر ده والنايك، والنايك ده ب 100 جنيه والله العظيم. الكوتشيات دي ب 100 جنيه الكوتشيات دي التقليد بتاعها في المحلات ب 200 جنيه، التقليد الكوبي بتاعها ب 200 جنيه ومش حلو زي دي. حاجات جميله جدا. ده فرش طرح برضو عنده، بصي قد ايه الطرحه الامهات اللي بقول لك عليها، طرحه عريضه جدا وطويله جدا ب 35 جنيه اللي هي الخامه الناعمه دي، مش بتتزحلق، تحسها قلب على فسكوز طريه كده مش بتتزحلق ولا حاجه. ده ساعات الساعه ب 50 جنيه كل الفرش، الساعه اللي تعجبك سواء اللي هي المعدن ديت او الجلد، اي ساعه عنده ب 50 جنيه حاجته حلوه وشكلهم شيك قوي بصراحه. بعد كده بقى عندك فرشات الاستاندات بتاعه اللبس زي ما انت شايفه كده على الرصيف، تحت الرصيف في ناس كتير جدا فرشه بلبس جديد بقى وسويتشيرتات جوزات جواكت زي ما انت شايفه كده، والشرابات الثلاثة بعشرة كمان دي بدل الاطفال قطيفه او ترنجات اطفال قطيفه، في ناس بتقول عليها في دفايات عنده اللي كانت معاه ده بيجامه قطيفه ب 55 جنيه بس، عنده يلبس لحد 13 سنه، عنده من يوم لحد 13 سنة بيبيع البيجامة ب 55 جنيه بس. يا بنات الخامة تحفة تحفة تحفة، وتدفي العيال بقى، ويعني لبس رخيص جدا والله العظيم وجديد اهو. الناس اللي مش عايزة حاجات البالة في اسواق وفروشات كتير جدا بتبيع لبس اطفال جديد من الكيس زي ما انت شايفة. كمان شوية هنلاقي واحد قاعد جنبه اهو انا بصور عنده بيبيع طقم الاطفال برضو ب 65 جنيه اللي هي تحسي ايه ثلاث قطع، قطعه تحت وقطعه فوق وبنطلون ب 65 جنيه. برضو ده لبس شتوي زي ما انت شايفه على الاستاندات، الحاجات بقى الطويله والقصيره الموديلات اللي تعجبك. ده فرش السويت شيرتات اللي قلت لك عليه، الفرش السويت شيرت جديد في الكيس بتاعه ب 65 جنيه بس، عنده حاجات والوان بقى ما اقولكيش، وكان عليه زحمه رهيبه لان سعر السويت شيرت بتاعه طبعا ببلاش يعتبر. ده بقى فرش كوتشيات البراند الاصلي المستورده، حاجات بقى ما يعني ما تتكلميش بقى عنها كتير. الكوتشي ده بيبقى في المحلات المعروفه والمحلات اللي بتبيع الكوتشيات الرياضيه واللبس الرياضي وموجود منها كتير، وانا يعني من كام يوم كنت في محل منهم في شارع السبق بيبيع الكوتشي ب 3000 جنيه والله العظيم، حاطط على الكوتشي 3000 و3000 وزياده علشان ايه انا مش عارفه هيمشي لوحده يعني ولا مش عارفه، في ناس غاويه الحاجات دي كل واحد بقى ويعني وعلى قد ما بيقدر يجيب. لكن بصراحه الكوتشي كان عند الولد ده ب 300 جنيه حاجه مش هتتكرر تاني يعني. كان بيقول لي حتى ما اعرفش باين في التصوير والتسجيل ولا لا، الكوتشي تلبسيه 3 سنين وبعد كده تطلعيه اللي هيلبسوه برده 3 سنين، كوتشي كوتشي خش الغساله ويطلع احلى من الاول. كوتشيات انا مسكتها بصراحه رهيبه رهيبه رهيبه، حاجات شبابي جميله جدا، اذواقها راقيه جدا، وموديلات بقى ما اقولكيش، ده غير ان الكلام ده كان الساعه 10 ونص 11 كده يعني، كان حاجات كتير اتاخدت منه جدا لانه فرش من الساعه 7 الصبح. واحنا كده هنا بنكمل جولتنا يا بنات، زي ما قلت لكم احنا ماشيين جنب سور شركه الكهرباء في اتجاه زكي، احنا رايحين على زكي السماك علشان خاطر الناس اللي بتبقى عايزه تعرف الناس بتروح ازاي او تروح من انهي اتجاه. الكوبري اللي احنا ماشيين تحته ده هو ده كوبري بولاء ابو العيله، او كوبري معرفش اسمه كوبري ابو العيله، معرفش بولاء ولا لا، اسمه كوبري ابو العيله علشان خاطر تبقي عارفه انت ماشيه ازاي، الناس اللي بتسال سوق الحد بتروحي له ازاي، نفس الاتجاه بتمشي كده لحد ما توصلي لزكي السماك، وصاده بقى على طول الناحيه الثانيه الناس اللي بتفرش بالميك اب والشامبو والشاور والحاجات المستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل، بيبقوا فرشين هناك علشان تبقي عارفة، لان انا المرة دي ما كملتش لحد هناك بصراحة، كنت تعبت وكانت الزحمة كترت جدا والناس كترت، وبدأت الناس لما بتكتر التصوير بيبقى مزعج وبيبقوا متضايقين وانا ما بحبش اضايق حد، فما كملتش جولتي لجوه للاخر لاني كده كده عارفة ان الناس دول مش فرشين النهاردة. يعني انا لو رحت عشان اصور في الحارة اللي صورنا فيها قبل كده او اصور عند الناس بتوع الميك اب والحاجات دي مش هلاقيهم، لان انا عارفة هما بيفرشوا لحد بس. ده الفرش اللي فات ده كان ببوكسرات دايس وكوتونيل، البوكسر ب 25 جنيه، وكمان كان عنده البنطلونات اللي هي بتتلبس تحت الجينز بيتقال عليها كلسون، مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا، برده ب 25 جنيه، يعني بنطلون كده بيتلبس
زي البادي اللي بيتلبس فوق ده، بيبقى تحت كده تحت الجينز في الشتاء علشان خاطر يعني الشباب اللي بيبردوا او كده، او الدنيا بتبقى ساقعه، فده برده ب25 جنيه. بس كان عنده برده تيشرتات بكم وقط، القط كان ب20 واللي بكم كان ب25، وده استند كان عليه بنطلونات اولادي وشراويل حاجات جديده وجميله زي ما انت شايفه اهو، وجينز كمان ب50 جنيه، واللي جنبه كان ب35، اسعاره حلوه جدا وبنطلوناته ما فيش احلى من كده. الله اعظم العزه والدوام لله، يا رب يصلح حالنا جميعا يا رب. وده استند عليه لبس اطفال ب10 جنيه، وده استند عليه سويتشيرتات ب65، وده لبس اطفال. هنا بنكون احنا رجعنا عند الحته الواسعه اللي قلتلك عليها قدام شركه الكهرباء تاني في طريقنا للعوده، علشان بقى وبرده هوريكي هنا حاجات لبس اطفال كتير جدا وجواكت وسلوتات فرو كمان، والله العظيم لبس مش قادره اقولك، خامه ويعني اشكال حلوه وخامات حلوه، والسعر قد انت شايفه 35 جنيه ايه اللي تجيب لك جاكيت، ولا تجيب لك سالوبيتا اللي هي فرو من جوه، ولا بورنوس، ولا 35 جنيه ايه اللي تجيب الحاجات دي؟ 35 جنيه بتجيب ايه النهارده؟ حاجات حلوه جدا. بصي البورنوس للاطفال ده جميل جدا، شكله تحفه. هنا كنا رجعنا عند الممر اللي بيدخلك على الوكاله، ده الممر اللي بيربط بين سوق الوكاله من جوه واللي هيطلعك على المترو. زي ما قلت لك اهو في ميك اب، حد ناس بتبيع ميك اب وروج وحاجات من دي، وده لبس على دراعك اليمين بقى كله 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 فارش لبس شتوي وجواكت. استندات الصيف يا بنات بالمناسبه انا ما كنتش عارفه اصور عندها من كتر الزحمه، استندات الصيفي من 10 ل 15 ل 20 اقصى حاجه واحلى حاجه ب25 جنيه، كنتش بعرف اهوب ناحيتها علشان خاطر كان عليها اقبال شديد، لان الناس طبعا بتاخد الصيف تشيله للسنة الجاية. الصيف ده بيبقى حاطين عليه 80 و90 و100 في الوكالة، فهم بياخدوه من دلوقتي ويشيلوه للسنة الجاية. بصراحة الاسعار هناك مهولة يا بنات ورهيبة بصراحة، يعني مش قادرة اقول لكم، اللي عايز يروح يشتري من هناك حتى لو مش عايز حاجات البالة هيلاقي حاجات جديدة برخص التراب، هيلاقي لبس جديد برخص التراب، سويتشيرتات شبابي وجواكت ولبس اطفال شوزات. انا عن نفسي لو عايز يعني لو هروح حتى اجيب شوزات بس وهرجع، الشوزات هناك رائعه تحفه، والطرح كمان جميله جدا. الطرحه دي في المحل ب75 جنيه، اللي الراجل قال عليها ب35 جنيه، دي ب75 جنيه، في اي محل في الزيتون ب75 جنيه. حاجات يعني انا مش قادره اقول لكم والله. وشباب زي الورد وناس محترمه جدا والله العظيم، ما بتعرضش في اي حاجه، بتصوري وما بيقولكيش حاجه، بالعكس بيرحبوا بيك، ولما بيبقى مثلا ما عندوش زحمه هو اللي بيفرد لك الستاند بايده كمان. يعني ناس ربنا يرزقها يا رب ويرضيها، يا رب ترزق كل الناس يا رب وترضيهم بجد. ناس بتطلع على اكل عيشها من بدري بتقول يا رب وربنا بيرضيها، عشان خاطر دي ناس بتسعى على اكل عيشها بس، يعني بدل ما يروح هنا ولا هنا ولا هنا، ده بيطلع من الصبح يقول يا رب توكلت عليه وربنا بيرزقه ويرضيه. ناس محترمه بجد وليها كل الاحترام والتقدير. دي المخرج ده بقى كله جواكت، بتبدا من 200 و250 و150، واسعارها حلوه. وفي جاكيت لو خدت بالك ب40 جنيه، عدى جاكيت اطفال كحلي والله كان عليه 40 جنيه. واستندات بقى بنطلونات وعبايات وتيشيرتات وكل حاجه، طبعا انتوا شايفين الزحمه، انا مش عارفه ارفع الموبايل علشان خاطر ما اجيبش يعني وشوش الناس على قد ما اقدر، ويعني لو حد بيظهر كده والله بيبقى غصب عني، انا بشيل كتير جدا 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 في المونتاج، الفيديوهات دي بترجع تتمنتج بيتشال نصها علشان خاطر الزحمه، والكاميرا بتبقى جايبه حاجات كده ملهاش لازمه، فبضطر ان انا احاول افلتر الفيديو علشان خاطر يطلع باحسن صوره ليكم، علشان خاطر الجولات تعجبكم، عشان خاطر تحطوا اللايك يا جماعه. انا نسيت اقول لكم، بصوا انا جايه اقول لكم في اخر ثانيه في الفيديو، ما تنسوش اللايك يا بنات. الجولات دي والله العظيم بتبقى متعبه جدا ومهلكه جدا. انا عايزه اقول لكم برجع البيت والله 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 ببقى ما نفع نفسي، ولا قادره اشيل ايد ولا رجل، ولا بطبخ ولا بعمل اي حاجه. حتى جوزي بيقول لي انت بتبقي راجعه مش نافعة نفسك خالص، بلاش تروحي، وانا اقول له معلش انا عايزه اروح، يقعد يقول لي بلاش تروحي انت بتتعبي، اقول له لا معلش انا حابه كده وعايزه اروح. احنا كده خلاص خرجنا من عند الوكاله رايحين على المترو، الفرش ده كان قدام المترو كان بيبيع شنط حلوه قوي يا بنات. يا رب بس الجوله تكون عجبتكم، مع السلامه.